السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض ومدارس الوطن العربي للصف العاشر والمادة الكيمياء. نحن بلشنا في الحديث عن موضوع الكيمياء العضوية، حكينا بأنه في عنا تصنيف لهاي المركبات العضوية. نحن رح نختصر في حديثنا بالصف التاسع عن المركبات الهيدروكربونية. عرفناها المركبات الهيدروكربونية هي اللي بتحتوي على الكربون وعلى الهيدروجين. المرة الماضية أخذنا عن الألكينات، عرفنا بأنه هي الألكينات هي مركبات هيدروكربونية غير مشبعة، تتميز باحتوائها على رابطة ثنائية أوكي بين ذرتي الكربون. أخذنا الصيغة العامة للألكين شو هي، أخذنا كيف بيكون شكل المركبات. الجدول هذا كامل، المركبات العضوية كامل هذا أخذناه. بعدين تطرقنا لمجموعة من الأسئلة. اليوم بدنا نحكي عن الألكينات، لكن أنا طلبت منكم واجب المرة الماضية يلي هو البنتين. قلت لك اكتب لي جميع المتصاوغات يلي بتحكي عن البنتين، عفوا المتصاوغات البنتين. البنتين هي الصيغة الكيميائية، بما أني أنا بحكي عن بنتين معناته أنا بحكي على الألكين. شو الصيغة العامة للألكينات؟ CnH2n. لما أجي أطبق على القاعدة، ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان، بنتان، بنتان يعني بنتين يعني CH5. الصيغة الجزيئية C5H10. لما بدنا نيجي نرسم الصيغ البنائية للبنتين، لاحظ هون أول سلسلة أفقية مستقيمة واضحة، عندي الكربون الأولى، لاحظ هون عندي الكربون الأولى، وبين بين الكربون الأولى والثانية في عندي الرابطة الثنائية وخمس كربونات. في عندي هون في الصيغة البنائية رقم 2 في عندي الرابطة الثنائية جاي موقعها على الكربون رقم 2. دائما أنا ببلش بالترقيم من الجهة الأقرب إلى الرابطة الثنائية، يعني هون ما ببلش ترقيم من هاي الجهة، لا أنا ببلش ترقيم من هون من عند اليمين. ليش؟ لأن الرابطة الثنائية هي أقرب إلى الجهة اليمين. هون ما ببلش ترقيمي من الشمال، أنا ببلش ترقيمي من وين؟ ببلش ترقيمي من جهة اليمين. ليش؟ لأنه لما أبلش ترقيمي من جهة اليمين راح تكون الكربون التي تحتوي على رابطة ثنائية أو اللي عاملة عندي رابطة ثنائية شو عددها، شو رقمها؟ 2. بينما لو بلشت من هاي الجهة حيكون رقمها 1 2 3، معناته الأولوية من اليمين. هون لاحظ كيف بلش يصير في عندي في الصيغة البنائية رقم 3، لاحظ كيف بلش يصير في عندي تفرع. نزلت هاي الأولى، نزلتها مثل ما هي، الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هيوتم الأولى والثانية والثالثة والرابعة. لكن أنا شو عملت في الخامسة؟ الخامسة شلتها ونزلتها، ربطتها في الكربون رقم 3، فكونت عندي صيغة بنائية أو سلسلة شمالها متفرعة، وهي صيغة بنائية جديدة مختلفة اختلاف كلي عن الثانية وعن الأولى. نيجي لرقم 4، في عندي هي الكربون رقم الأولى وهي الثانية هي الثالثة هي الرابعة. لاحظ التفرع أنا ما حطيته على الكربون رقم 3، أنا حطيت التفرع هذا على الكربون رقم 2 يلي هي أساسا في عندها رابطة ثنائية. هي كانت عشان توصل لوضعية الاستقرار عاملة 4 روابط، هي رابطة هون ثنائية مع الكربون الطرفية التي تليها، وعاملة كربون رابطة عفوا مع ذرة الهيدروجين، وعاملة رابطة مع ذرة الكربون التي تليها. لكن هون بما اني عملت التفرع على كربون رقم 2 فصار في عندي 1 2 من هاي الجهة، رابطتين من هون، 3 4 استقرت، فعشان هيك انا شلت الهيدروجينة. في كتير ناس وصلوني حل ناسين وحطين هون هيدروجينة، طب من وين؟ ذرة الكربون بتعمل عندي فقط 4 روابط كيميائية. 5، هي في عندي ذرة الكربون الأولى، ذرة الكربون الثانية،
الثالثة الرابعة. هون عامل لي عندي الرابطة الثنائية وين جاي عندي في الموقع الثاني والثالث، برضو بتشكل عندي سلسلة جديدة. هلا انت مش يعني مش من اول مرة من الممكن يطلعوا معك هدول السلاسل، قلت لك هي نتيجة عملية محاولات، وفي كتير ناس بعتوا لي وصوروا وفعلا مبين بينهم محاولين. يلي مش حالل وقف الصورة واكتب جميع متصاوغات البنتين. اوكي، هون في عندي بعض القواعد الأساسية اللي كتبتها يلي ممكن تساعدك في كتابة الصيغ. يعني أول قاعدة بتحكي لي يجب تحديد السلسلة الأطول، أنا دائما بحدد السلسلة الأطول، الشارع الأطول، ويجب أن يحتوي هذا الشارع على رابطة غير مشبع. كمان عند ترقيم السلسلة الأطول يجب أن تأخذ الروابط غير المشبعة أقل رقم بالترقيم. اوكي، كما حكيت مسبقا. ثلاثة، اختلاف موقع الرابطة غير المشبعة في السلاسل يساهم في تشكيل المتصاوغات. يعني هون مثل ما حكينا مسبقا، وجود الرابطة الثنائية بين الأولى والثانية، هون وجود الرابطة الثنائية بين الكاربون رقم 2 والكاربون رقم 3، اختلاف موقع الرابطة الثنائية بيشكل عندي متصاوغات. أوكي، كمان مثلا هون ثلاثة، أنا مرقمها طبعا من الجهة الأقرب للرابطة الثنائية، مرقبها من عند اليمين وماشي للشمال. هلا ممكن يجي حدا يحكي طب أنا بدي أرقمها من أسفل من تحت، أو ليش إني أنا مشيت دغري ما نزلت للأسفل. هلا لو الأخير على الخيار الأول، لو مشيت أنا برقمها من عند واحد اثنين من عند الكربون الطرفية على الجهة اليمين، ليش؟ لأنه أنا في عندي رابطة ثنائية، معناته أولوية الترقيم من هون من اليمين مش من الشمال. فلو مشيت أنا هيك دغري كربون رقم 3 هيك 4، معناته هي أطول سلسلة. طب لو جيت هيك 4 برضه هاي أطول سلسلة، إذا أنا عندي نفس الأولوية سواء مشيت عندك دغري أو نزلت عندي للأسفل. يعني ثلاثة نزلت هاي كانت عندي الرابعة، أو ثلاثة كانت عندي هاي الرابعة، نفس الأولوية. لكن لو كان في عندي هون مثلا، هون في عندي كربونة وتحتيها في عندي كربونة، فرح يكون عندي أنا خطي هيك بحيث أني أنا أحصل على أكبر أطول سلسلة تحتوي عندي على أكبر عدد من الكربون. طبعا هاي التفاصيل أنا ناقشتها فيكم على الجروبات، يعني كل حدا كان يبعث لي حله كنت أناقشه بالحل على الجروبات، لكن هاي الحل اللي عندي. ما علينا، اليوم بدنا نبلش في الحديث عن الكائنات. لما احكي الكائنات هي مركبات هيدروكربونية غير مشبعة. غير مشبعة، لما احكي غير مشبعة يعني معناته انا في عندي رابطة ثنائية او رابطة ثلاثية. لكن لما احكي عن الكائنات معناته انا بحكي انها بتتميز او بتحتوي على رابطة شمالها ثلاثية بين ذرتي كربون متجاورتين في المركب. الصيغة العامة للألكاين يلي هي CnH2n ناقص 2. لاحظ الألكاين في عندي رابطة ثلاثية، لحديت هون HN CnH2n، هاي كانت عندي الصيغة العامة لمين؟ للألكين. لكن بما انه انا في عندي رابطه ثلاثيه، هذا يستدعي اني انا اختصر كمان هيدروجنتين لكلا الكربونتين اللي مكونين عندي الرابطه ايش الثنائيه اللي كانت الحصه الماضيه ثنائيه، لكن الحصه هاي رابطه ثلاثيه، فعشان هيك حكيت شو ناقص اثنين. يا مسحكي عربي، حاضر هلا بفرجيك كيف. هلا اسم الالكاين بتكون عندي طبعا من مقطعين، الك كاين. شو يعني لما نحكي الك اين؟ اين هذا المقطع بيدل عندي انه انا يوجد عندي ايش؟ رابطة ثلاثية اللي هي حالة الاشباع، بيكون عندي غير مشبع يعني وجود رابطة ثلاثية. الجدول الجميل المعتاد اللي احنا بنحله بكل حصة صرنا بحكي لي لو كان عندي عدد الروابط تنين اكتب الصيغة الجزيئية. لو كان عندي عدد ذرات الكربون تنتين، يعني أنا بدي أطبق تطبيق مباشر وين؟ على القاعدة، على الصيغة العامة للألكاين. شو صيغة الألكاين؟ لما يكون في عندي عدد ذرات الكربون تنين، طبق C2H. باجي هون تنين في اتنين أربعة، ناقص تنين تنين، يعني C2H2
H2. أوكي، ماذا يسمى هذا الألكين؟ ميثان، إيثان. أنا حافظهم: ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان، بنتان، هيكسان، هيبتان، أوكتان، نونان، ديكان. أنا هدول حافظهم بالترتيب، حفظناهم من أول ما تحدثنا عن الألكان، الألكانات. هلأ اسم الألكان ميثان، إيثان. رقم اثنين شو هو؟ إيثان. لكن أنا بحكي على الألكاين، فشو بصير اسمه؟ إيثاين. شو بصير اسمه؟ إيثاين. أوكي؟ طيب كمل. لما يكون في عندي أنا ذرات الكربون 3، يعني سي، طبق على القاعدة، سي 3 اتش 2 ب 3 6 ناقص 2 4 سي 3 اتش 4. شو اسمه؟ ميثان، ايثان، بروب. شو؟ بروباين، على وزن الكاين. اوكي كمل. 4 سي 4H 4، طبق على القاعدة، 4 ب 2 8 ناقص 2 6، إذا C4H شو؟ H6. أوكي شو اسمه؟ ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان. بس هون شو اسمه؟ بيوتاين. إذا بيوتاين. اوكي وكمل. اذا كان في عندي 5 ذرات كربون، بيكون في عندي C5H8، بنتاين، هيكساين، هيبتاين، اوكتاين، نوناين، ودي كاين، يلي هي بتكون عندي من 10 ذرات كربون و18 ذرة هيدروجين. اوكي هذا الجدول نحن متعودين نعبيه في كل مرة. أخذنا عن الألكانات عبيناه، عن الألكينات عبيناه، وعن الألكاينات عبيناه. هلأ بدنا نيجي لحل الأسئلة. السؤال الأول بيحكي لي: ما الصيغة الجزيئية لألكاين؟ انتبه في الامتحان، أنا جايبيت لك ألكان ولا ألكين ولا ألكاين، انتبه للسؤال. إذا أنت قرأت السؤال بطريقة صحيحة معناته أنت عرفت تحل الإجابة. أوكي السؤال بيحكي: ما الصيغة الجزيئية لألكاين يحتوي على 10 ذرات كربون؟ أول إشي، بما إني أنا بحكي عن الألكاين، لابد إني أنا أكتب الصيغة العامة للألكاين. شو هي؟ CnH2n ناقص 2. هو شو بحكي لي بالسؤال؟ 10 ذرات كربون، تطبيق مباشر على القاعدة، يعني عشر ذرات كربون، يعني أنا عندي قديش؟ 10 C 10 H. طبق 2 ب 10 20 ناقص 2 18. خلص الحل، خلص الحل، سهل سهل. كمل. لاحظ بأنه الأسئلة مكررة، لاحظ بأنه يعني كل شيء اليوم عملته تقريبا بشبيه كثير باللي عملته المرة الماضية وقلي قبلها، لأنه نحن يعني إذا أنت فهمت الألكانات خلص الألكين والألكاين بالنسبة لك حيكون سهل. اوكي كمل السؤال الثاني. بحكي لي: ما الصيغه الجزيئيه برضه لالكاين يحتوي على 10 ذرات هيدروجين؟ بكتب الصيغه العامه للالكاين، طبعا انا كاتبها بقبل علشان وقت الفيديو بديش اخليه طويل. اوكي بكتب الصيغه العامه للالكاين: HN CnH2n ناقص 2. بما انه بحكي لي 10 ذرات هيدروجين، معناته 2n ناقص 2 هاي شو قيمتها؟ هاي قيمتها عندي قديش؟ 10. 10 بحلها كما تعودنا مسبقا، بحلها على شكل كأنها معادلة رياضية، فبحكي على جنب 2n ناقص 2 شو بده يعطيني؟ 10.
بدي اخلي تنين لحالها، بخلص اول اشي من التنين اللي برا، بعدين بدخل على معاملها، كيف بدي انقلها للطرف الاخر بعكس الاشارة. فبدها تكون موجب تنين موجب اتنين، تو ان يساوي 10، طبعا معكوس الاشارة بيروح، 10 زائد اتنين بدي يكون عندي 12، على تنين على تنين. ان شو قيمتها؟ 12 تقسيم اتنين 6، 12 تقسيم تنين 6. إذا بطبق على القاعدة. القاعدة بشو بتقول لي؟ سي ان اتش 2 ان ناقص 2 ان، شو طلعت عندي؟ 6. يعني سي 6 اتش قديش؟ 10. اوكي طيب نتأكد. 6، 6 ضرب 2 12 ناقص 2 10. اوكي طيب نيجي للسؤال الثالث. السؤال الثالث بيحكي لي هل يمكن وجود الكائن اسمه ميثاين؟ وعلى فكرة هذا السؤال جاوبته كمان الحصة الماضية لما قلت لك لا يوجد عندي الكين اسمه ميثين. هون كمان بسألني هل يمكن وجود الكائن اسمه ميثان؟ الجواب شو؟ لا. ليش لا؟ الميثاين ميثان، الميث شو يعني الميث؟ يعني أنا في عندي ذرة كربوني واحدة، ذرة الكربوني الواحدة هاي تستدعي وجود هيها الميثان. تتذكروا الميثان؟ الميثان هو أصغر مركب، أصغر ألكان، صيغته CH4، صيغته الجزيئية. صيغته البنائية هو عبارة عن كربون وأربع ذرات هيدروجين محيطين بهاي ذرة الكربوني. أوكي هل يمكن ذرة الكربون هاي أن تكون رابطة ثنائية مع ذرة الهيدروجين أو رابطة ثلاثية مع ذرة الهيدروجين؟ مستحيل، لأن ذرة الهيدروجين الواحدة لا تمتلك سوى إلكترون واحد، لا يكون سوى رابطة أحادية واحدة. اوكي اذا لا يمكن وجود اشي اسمه ميثاين، اوكي، او ميثين. اذا هل يمكن وجود الكائن اسمه ميثاين؟ لا. شو السبب؟ السبب لان وجود الكائن يستدعي على الاقل وجود ذرتين كربون متتاليتين. عشان هيك أنا بحكي بأنه أصغر الكاين عندي يلي هو ايش راح يكون؟ الإيثاين، لأنه أصغر مركب يتكون عندي من ذرتين كربون، هدول الذرتين الكربون بينهم رابطة ثلاثية ألا وهو الإيثاين، يحتوي على ذرتين كربون. أوكي إذا لا يمكن وجود الكائن اسمه ميثاين لأن وجود الكائن يستدعي على الأقل وجود ذرتي كربون متتاليتين. وفي الميثان لا يوجد سوى ذرة كربون واحدة. أوكي؟ أوكي نيجي للسؤال رقم 4. السؤال بيحكي لي صنف المركبات الآتية، صنف المركبات الآتية إلى الكانات والكينات والكاينات. حلو هذا السؤال. هلا أنا علشان أعرف أميز بين الألكانات والألكينات والألكاينات، الكينات والألكاينات، لابد إني أنا أكتب الصيغة العامة لكل واحد منهم. فبحكي أول إشي الصيغة مش تعتبر حالك في الامتحان إنه أنت حافظ الصيغة تبلش تطبق تطبيق مباشر، لا أكتبها، لأنه مس أنت هون حتلخبط. أنت هون في عندك الكان والكين والكاين، فأكتبها قدامك عشان تكون أنت بالسليم. فببلش الصيغة العامة للألكانات
الكان. شو هي؟ هذا أول إشي أخذناه. سي أن أتش تو أن بلس تو، هاي لمين؟ للألكان. طيب بدي الصيغة العامة للألكين. للألكين شو هي اللي أخذناها المرة الماضية؟ سي أن أتش تو أن. أوكي كمل. الصيغة العامة للألكين شو هي؟ سي أن أتش تو أن ماينس تو. أوكي أوكي الكان الكين الكاين. الكان يعني رابطة أحادية، الكين يعني رابطة ثنائية، الكاين يعني رابطة ثلاثية. السؤال بحكي لي إنه أنا في عندي مركبات، هدول المركبات بدي أعرف هل هم الكان ولا الكين ولا الكاين. أوكي هلا بحكي كالتالي، الكان هي الصيغة لإله، والألكين والألكاين موجودين الصيغ أمامك، بعد ما تحطهم بتبلش تطبق. في عندي أول كربون شو هي؟ سي 5 وأتش شو 10. هلا لاحظ بأنه جميع الصيغ بتشترك عندي بتو أن، فببلش أضرب بتو أن، بعدين بقرر يا إما بزيد يا إما بنقص يا إما أساسا تطلع معي الكين وجاهزة. أوكي نيجي للأولى، سي 5 أتش 10 خمسة، خمسة في اثنين عشرة، تو أن عشرة، يعني هذا شو رح يكون عندي؟ الكين. شو رح يكون عندي؟ الكين. أوكي نيجي اللي بعديها، سي 6 اتش 10 ستة، ستة في اثنين عشرة، عفوا ستة في اثنين 12. أنا شو في عندي هون؟ عشرة، معناته أنا نقصت من 12 2. مين يلي أنا بنقص من 2 2؟ يلي هي مين؟ الألكاين. أطبق 6 في 2 12 ناقص 2 10، إذا هذا إيش؟ هذا الكاين. الكاين أوكي يا بطة. اللي بعدها سي 4 اتش 8، سي 4 أربعة باثنين ثمانية. شو طلعت عندي هون؟ ثمانية يا بي، يعني هاي الكين دغري. الكين أوكي. اللي بعدها سي 3 اتش 8، طبق ثلاثة باثنين، ثلاثة باثنين قديش؟ ستة، لكن هالمرة ما طلع عندي ستة ولا أقل من ستة، نقصت أنا زدت طلعت عندي شو؟ تمانية. نيجي نطبق تلاتة باتنين ستة زائد اتنين شو؟ تمانية. إذن هذا شو رح أعتبره؟ الكان. إذن هذا شو بحكي عنه؟ الكان. أوكي نيجي لآخر واحدة سي ايت اتش 14، 8 في 2 قدي؟ 16. طلعت هون 16؟ لا طلع عندي 14، يعني اقل من 16، يعني انا نقصت من 16 2. اذا هذا شو راح يكون عندي؟ الكاين. شو راح يكون عندي؟ الكاين. واضح يا مس؟ سهل، بعرف سهل جدا وجميل جدا. اوكي هلا بدي أحل ملعبك الصغير، ملعبك الصغير اللي أنت كتير بتحبه، ألا وهو المتصاوغات. السؤال الأول بحكي لي كالتالي، أرسم الصيغة البنائية لكل مما يلي. أول شيء عندي البروباين، بما انه بيحكي بروباين
معناته أنا بحكي على القاين. قبل ما أكتب الصيغ البنائية، جميع الصيغ البنائية طبعاً، خليني أول إشي أكتب الصيغة الجزئية، أوكي؟ الصيغة الجزئية لمين؟ للبروباين. أول إشي بحكي الصيغة العامة، بما إني بحكي بروباين معناته أنا بحكي على الألكاين، إذا الصيغة العامة للألكاين، أوكي ماما؟ طيب للألكاين شو هي؟ سي أن اتش 2 ان ناقص 2. بما اني انا بحكي على البروباين ببلش اعد، بحكي ميثان ايثان ايش بروبان 3، يعني كاربون رقم شو؟ رقم 3. اذا لما بحكي على البروباين شو راح تكون عند الصيغه العامه لإلها؟ الصيغه الجزيئيه، هيا الصيغه الجزيئية لإلها شو راح تكون؟ سي 3. طبق 3 في 2 6 ناقص 2 4 سي 3 اتش 4. طيب هو شو طالب؟ طالب الصيغة البنائية. لسه لهلا أنا ما بلشت أشرح في الصيغة البنائية، أنا طلعت لك بس الصيغة الجزيئية. كم ذرة كربون عندي؟ 3 للبروباين. فبحكي هي ذرة الكربون الأولى، هاي ذرة الكربون الثانية، وهي ذرة الكربون الثالثة. بروباين يعني أنا في عندي رابطة ثلاثية هيوتا، أوكي؟ طيب وزع الهيدروجينات. الكربون الطرفية بحاجة أن تكون أربع روابط، هي ثلاث روابط، هي هيدروجينة هي بحاجة أن ترتبط بهيدروجين عشان يكون في عندها أربعة. الكربونية اللي في المنتصف مرتبطة عندي هون بثلاث روابط مع الكربون الطرفية من جهة اليمين، ومرتبطة مع ذرة أحادية للكربون بجهة الشمال. إذا هل هي تحتاج أن تكون رابط أو تحتاج هيدروجينات عشان تستقر؟ لا، هي أساسا هيك استقرت. نيجي للكربون الأخيرة، بحاجة أن تكون عندي أربع روابط، هاي رابطة، هاي رابطتين، هاي الثالثة، وهاي الرابعة. ماشي يا بطة؟ ماشي. نتأكد C3H4 هاي ثلاث ذرات كربون وهي أربع ذرات هيدروجين. طيب بيجي واحد بيحكي لي يا مس رقمي انت زدت رقمي، حاضر، هاي ذرة الكربون الأولى. مثل ما تعودنا أن ببلش الترقيم من الجهة الأقرب إلى الرابطة الغير مشبعة. هون شو الرابطة الغير مشبعة؟ ثلاثية 2 3. إجا واحد حكى لي أنا ما بدي هيك، أنا بدي أحط الرابطة الثلاثية هون، يعني بدي أعملها كالتالي: بين الكربون هاي والكربون التي تليها بدي أخلي سنجل بوند، بين الكربونتين هدول بدي أخلي عندي تريبل بوند. هيك بقول له: يا عمي شو مالك زعلان؟ مش مشكلة، حلك صحيح، كمل. وزع الهيدروجينات، هاي هون في عندي هيدروجيني علشان تستقر، وهدول هون في عندي أربع ذرات، أربع روابط محيطة فيها فهي مستقرة. هون بحاجة أن تكون إيش؟ ثلاث روابط مع الهيدروجين لكي تستقر. حلي صحيح صحيح يا مس رقمي، حاضر. هاي واحد، هاي اتنين، هاي ثلاثة. لاحظ أنا بلشت في الترقيم من وين هالمرة؟ من الشمال، لأن أنا ببلش من الجهة الأقرب إلى الرابطة الثنائية أو الثلاثية، الرابطة الغير مشبعة، اوكي؟ هل هاي نفس هاي؟ نفسها. انا من هون، من وين ببلش امشي؟ من هون 1 2 3، ومن هون من وين ببلش امشي؟ من هون 1 2 3. هل صار في عندي اختلاف؟ ابدا. التنتين عباره على سلاسل، شو مالهم؟ سلاسل مستمره، سلاسل مستمره. لو جيت بدي اعمل تفرع كيف بدي اعمل؟ مثلا بدي امسك هاي الكربونه وانزلها هون، طيب ما هي بتضلها عباره عن شارع، لكن هذا الحبل شو بساوي فيه؟ مثل كاني طعشته للاسفل، صح؟ هو كان عباره عن خط مستقيم مثل ما انا حتى من هون، ها طلع كيف؟ هي هيك خط مستقيم، هيوته خط مستقيم، لكن هذا الحبل مسكت هيك من اسفل وطعشته، يعني انا ما كونت عندي صيغه جزيئيه صيغه بنائيه جديده.
إذا لا يمتلك عندي البروباين سوى صيغة بنائية واحدة. هدول التنتين the same، نفس الشيء. أوكي طيب نيجي للبيوتاين. البيوتاين، بيوتاين يعني أنا بحكي على الكاين. بيوتاين يعني الكاين. أوكي هاي الصيغة العامة للألكاين يلي هي سي. ها بديش أظن أكتب الصيغة العامة للألكاين علشان بس وقت الفيديو، بس أنت دائما أكتب أوكي سي أن أتش تو أن ناقص تنين. هلأ بيوتاين ببلش أعد، أنا حافظهم هيك: ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان. هون شو في عندي؟ بيوتاين. إذا الرقم شو عندي؟ رقم 4، يعني سي فور اتش ايش؟ 4 × 2 = 8، ناقص 2 = 6، إذا سي فور اتش 6. أوكي شو هاي؟ هاي الصيغة، أو خلينا نكتبها هون، الصيغة ال جزيئية لمين؟ للبيوتاين. أوكي طيب أنا بدي المتصاغات، أنا بدي الصيغ البنائية للبيوتاين. ببلش أرسم بيوتاين 4 ذرات كربون. هاي الكربون الأولى، هاي الكربون الثانية، هاي الكربون الثالثة، هاي الكربون الرابعة. أنا بحكي بيوتاين يعني أنا في عندي رابطة ثلاثية، خليني أحطها بين الكربون الأولى والكربون الثانية. يا مس رقمي حاضر، هاي 1، هاي 2، هاي 3، هاي 4. الترقيم دائما بيسهل عليك عملية الرسم. هلا أحط الهيدروجينات. الكربون الطرفية بحاجة أن تكون 4 روابط علشان تستقر. أنا في عندي هون 3، إذا هي بحاجة لذرة هيدروجين واحدة. هون في عندي من هون 3، ومن هون رابطة أحادية، إذا هي مكتملة. باجي لذرة الكربون الثالثة، هي بحاجة لكم ذرة هيدروجين؟ لذرتين، علشان تصير محاطة بهون سنجل بوند، سنجل بوند مع ذرات الكربون التي تليها. وفي عندي رابطتين مع كل ذرة هيدروجين. نيجي للكربون رقم 4، من هون سنجل بوند، هون ذرة هيدروجين، وهون ذرة هيدروجين، وهون ذرة هيدروجين. أوكي عد ذرات الهيدروجين، 1 2 3 4 5 6، هاي في عندك 6، عدهم ذرات الهيدروجين، لاني انا انتبهت من خلال متابعتي لإلكم انه في ناس بتنسى بتضيع مع ذرات الهيدروجين، فبتروح معطي ذرة الكربون 5 ذرات هيدروجين، وهي كارثة. هاي كونت انا صيغة؟ كونت. وين الرابطة الثلاثية؟ موجودة بين الكربون الاولى والثانية. بيجي واحد بيحكي لي انا بدي اياها بين الثانية وبين الثالثة، أنا بدي أرسم متصاغات. غير موقع الرابطة الثلاثية، نتيجة لتغييرك لموقع الرابطة الثلاثية لموقع الرابطة الغير مشبعة بتكون عندي متصاغات. هاي الأولى، هاي الثانية نزلتها، هاي إيش؟ الثالثة. أوكي كربون الثالثة. نيجي للكربون الرابع، وزع الهيدروجينات. هاي بحاجة لثلاثة، لاحظ لأنه صار في عندي هون سنجل بوند رابطة أحادية، صار في عندي بحاجة أن ترتبط مع 3 ذرات هيدروجين. هاي من هون رابطة، من هون 3 روابط استقرت، من هون 3 روابط، من هون رابطة استقرت. باجي للكربون الأخيرة، هاي هيدروجينة، 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 6 هيدروجينات، 6 هيدروجينات استقرت. استقرت. حل صحيح؟ صحيح. يا مس عدي، لو أعد هلأ أنا 1 2 3 4، أو أجي أعد من الشمال، خليني أكتبها بس 1 2 3 4، ولو أجي أعد من الشمال لليمين 1 2 3 4، بيفرق معاي أنا التعداد؟ لا ما بيفرق معاي أبدا، الشمال نفس اليمين. أوكي طيب نيجي في غير هيك، يعني لو مسكت أنا هالمرة بين الأولى وبين الثانية حطيتها الرابطة الثلاثية، بعدين غيرتها شلتها من هون حطيتها هون هيوتها، لو أجي أحطها هون، يعني أجي أحطها كالتالي: هاي الأولى أوكي،
وهي الثانية. لو أجي أحطها كالتالي، هاي أحطها هون، يعني تصير عندي كالتالي: ذرة الكربون، ذرة الكربون التي تليها، وبعدين هاي، وبعدين هون بحط رابطة ثلاثية. أوكي ماما؟ وزع الهيدروجينات، هاي راح تكون هيدروجينة، هاي مكتملة، هون هيدروجينة 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 وهيدروجينة. عد من وين بلش؟ عد من اليمين ولا من الشمال؟ برافو، من الشمال. ليه؟ لأنه أقرب للرابطة الثلاثية. أوكي بطة؟ هل بتلاحظ إني أنا كررت؟ آه، أنا هيك بلشت، وهيوتها لا يوجد عندي تفرع وسلسلة مستمرة وما إلى ذلك. واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهون واحد اثنين ثلاثة أربعة. هل الأولى بتختلف عن الثالثة اللي أنا رسمتها؟ لا أبدا. إذا هاي، ها بدي أعمل لك هيك إشارة يساوي نفس الأولى. إذا أنا هون ما رسمت عندي صيغة، هاي لا تمثل عندي صيغة بنائية جديدة. آخر إشي خليني أعمل تفرع، بما إنه أنا جربت حاولت في السلاسل الأفقية، خليني أعمل تفرع. لو مسكت الأولى هاي كالتالي، رحت عملت هاي ذرة الكربون الأولى، هاي محاطة عندي بثلاث روابط مع الكربون التي تليها، بعدين رحت حطيت كربوني هيك، بعدين رحت نزلت هيك وحطيت هون كربون، ورحت حطيت الهيدروجينات. هاي هون هيدروجينة، هون مكتمل، هون هيدروجينة، هون هيدروجينة، هون هيدروجيني هيدروجيني هيدروجيني. هل رسمت شيء جديد؟ لا. أثبت لك، حط الترقيم: واحد اثنين ثلاثة أربعة، امشي على الشارع الرئيسي. واحد اثنين ثلاثة أربعة، شو الشارع الرئيسي؟ هي الكربونات، الكربونات تخيلهم شارع. واحد اثنين ثلاثة أربعة. إذا هاي نفسها نفس مين؟ نفسها نفس الأولى. إذا بلاحظ بأنه للبيوتاين لا يمتلك عندي سوى متصاوغين، ألا وهي الأولى والثانية. حاولت أني أنا ألعب بالأولى، أغير الرابطة الثلاثية، لكن طلعت معي نفس الأولى. وهون حاولت أني أنا أعمل تفرع، لكن فعليا أنا طلع معي حبل، لكن هذا الحبل مطعوج، ما صار في عندي أنا تغير على الشارع. أنا حاولت أني أعمل تفرع لكن ما زبط. بيجي حدا بيحكي لي: طب يا مس، لو مسكت هاي الرابطة الكربوني هاي وحطيتها هون، بحكي له بزبط؟ لا ما بزبط، مستحيل. بحكي لي: يا مس، لو مسكنا احنا الكربوني رقم أربعة وحطيناها عند الكربوني رقم اثنين بحيث يطلع عندي انا تفرع. مس انتبه، انا في عندي الكربون رقم اثنين عاملي هون ثلاث روابط مع الكربون الطرفية، وعاملي هون رابطة واحدة، يعني فعليا هي مكتملة، يعني هي لا تستطيع ان تكون كمان رابطة. اوكي، انا هون حاولت، نزلت هون اعمل تفرع، لو مسكت هاي وطلعتها لفوق ما عندي سلسله مستمره. اوكي، اذا عدد متصاوغات البيوتاين التي يمكن رسمها قديش؟ تنين، لا يوجد غيرهم. نيجي لل رقم ثلاثه، الا وهو البنتاين. البنتاين، بنتاين يعني هو يتكون عندي، مني أنا بحكي على بنتاين معناته أنا في عندي الكاين. أوكي، طبق على القاعدة، خلص مفترض تكون أنت حافظها. عد: ميثان، ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان، بنتان. يعني رقم شو؟ رقم خمسة، يعني C5H خمسة في اثنين عشرة، ناقص اثنين تمانية، يعني C5H8. هاي شو بحكي عنها؟ هاي بحكي عنها صيغة جزيئية. ماشي يا بطة؟ ماشي، كمل. خليني أحط لك هون علشان الناس الحساسين اللي عينهم بتلخبط. هلا بدي أبلش أرسم، بحط أول كربوني، تاني كربوني، هاي التالتة، هاي الرابعة، هاي الخامسة. أوكي ماما؟ هاي في عندي أربع خمس كربونات،
أنا بحكي عن بنتين، معناته لابد وجود عندي رابطة ثلاثية، بدي أحط الرابطة الثلاثية بين الأولى وبين الثانية. أنا حر عادي، ما بتفرق معي. وزع الهيدروجينات، الأولى بحاجة لهيدروجين واحدة، هون اكتملت، هون بحاجة لهيدروجنتين، هيدروجنتين، وهون لإيش؟ لثلاث هيدروجينات. عد 2 4 6 8، 8 هيدروجينات، إذا حلي صحيح. حط الترقيم 3 4 5، أوكي؟ بيجي حدا بيحكي لي أنا بدي أحطها بين الأولى، الرابطة الثلاثية بدي أحطها بين الأولى والثانية، هيوتها بين الثانية وبين الثالثة. حاضر، هيوتها هيوتها، خليني أكبر الخط، هون رابطة ثلاثية، هون الرابعة، وهون الخامسة. حط الهيدروجينات، وهون اكتملت اكتملت، هيدروجيني 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 هيدروجيني، اكتملت اكتملت. عد، أعد، أبلش أعد من اليمين ولا من الشمال؟ خليني أجرب من اليمين. 1 2 3 4 5، ذرة الكربون اللي عليها الرابطة الثنائية من اليمين شو رقمها؟ 2. لما أجي أنا بدي أعد من الشمال، 1 2 3، 1 2 3. إذا من وين الأصح العد، من اليمين ولا من الشمال؟ أكيد حتكون عندي من اليمين. طيب بيجي واحد بيحكي لي يامس خلينا هاي الرابطة الثنائية، خلينا أرقم لك إياهم، هاي الأولى هاي الثانية، أوكي؟ الرابطة الثلاثية عفوا تكون موجودة عندي بين الثالثة وبين الرابعة. لاحظ أنا كيف بس يعني بتدرج بالرسم، حطيتها أول إشي هون بين الأولى والثانية، هلا بحطيتها بين الثانية والثالثة، خلينا أحطها بين الثالثة والرابعة، مع العلم حتكون مكررة. كيف يامس؟ كالتالي، هاي الكربون الأولى، هاي الثانية، هاي الثالثة، هاي الرابعة، وهاي الخامسة. هاي الأولى عفوا، حطينا الرابطة الثلاثية، هيوتها هاي أنا يعني بالموازاة مع اللي قبليها، هاي الرابطة الثلاثية، أوكي؟ حط الهيدروجينات، حاضر، هاي ثلاث ذرات هيدروجين، هاي هون ذرتين هيدروجين، هون مكتملة، هون مكتملة، هوني ثلاث ذرات هيدروجين. طيب عد، من وين بدي أعد؟ من اليمين ولا من الشمال؟ لو بدي أعد من اليمين، 1 2 3، حتكون ذرة الكربون اللي عليها الرابطة الثلاثية رقمها 3، ولو بدي أعد من الشمال، 1 2 3 4 5. إذا من وين عندي أقل رقم؟ من الشمال، 1 2 3 4 5. لكن لاحظ بأنه أنا عندي الرابطة الثلاثية هون موجودة بين الكربون الثانية والكربون الثالثة، وهون الرابطة الثلاثية موجودة بين الكربون الثاني وبين الكربون الثالثة، والتلتين عبارة على سلاسل مستمرة لا يوجد فيهم تفرع. إذا هاي هل تشكل عندي متصاور جديد؟ هل تشكل عندي صيغة بنائية جديدة؟ لا، هاي نفس مين؟ نفس الثانية، هاي وهاي نفس الصيغة البنائية، أنا ما عملت إشي جديد. أنا حاولت ألعب بالرابطة الثلاثية، لأني قلت لك إذا غيرت موقعها من مكان لمكان بيشكل عندي المتصاوغات، فعلا هون لما غيرت موقعها ما بين الأولى والثانية وما بين الثانية والثالثة شكل عندي، لكن هون لما حاولت أحطها بين الثالثة والرابعة لا. لو جيت أحطها بين يعني أحطها هون بين الخامسة والسادسة، حتطلع نفسها نفس الأولى، لأني أنا هعد من وين؟ هعد من الشمال مش من اليمين. طب خلينا نحاول نجرب نعمل تفرع. شايف شايف الرابطة هاي هاي هاي، لو مسكتها وعملتها كالتالي، أول صيغة هاي الكربوني الأولى، حطيت الرابطة الثلاثية، هاي الكربون الثانية، هاي الكربون الثالثة، هاي الكربون الرابعة، ورحت مسكت الكربون الخامسة، وين حطيتها؟ على الكربون رقم 3. يا مس رقمي علشان ما أسرحش. حاضر، هاي 1، هاي 2،
هي ثلاثة، هي أربعة. والكربون الخامسة مسكتها وغير غيرت موقعها، حطيتها على الكربون رقم ثلاثة. حط الهيدروجينات هون، هيدروجينة هون، حتكون عندها بدها بس هيدروجينة واحدة، هون بدها ثلاث هيدروجينات، وهون بدها ثلاث هيدروجينات. هل أنا شكلت عندي تفرع؟ آه. أطول سلسلة عندي هون قديش؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. تتكون عندي من 4 ذرات كربون، قبل كانت تتكون عندي من 5 ذرات كربون. هون أنا بمشي واحد اثنين، بمشي من جهة الرابطة الغير مشبعة، واحد اثنين ثلاثة، بوقف على ثلاثة، صار في عندي طريق هيك وصار في عندي طريق هيك، إذا أنا صار في عندي شو؟ صار في عندي تفرع. إذا هاي بتشكل عندي متصاوغ رقم ثلاثة. اوكي، هلا لو هاي نزلتها للاسفل حطيتها من فوق مش من اسفل، هي انا نزلتها من تحت، لكن لو مسكت الكربوني هاي ورفعتها للجهة الاعلى نفس الشيء. حاول مرة ومرتين وثلاثة، حاول العب في جميع الكربونات الموجودة معاي، ما رح يطلع معاك سوى واحد اثنين ثلاثة. بامكاني احاول معك اكثر بس هيك الفيديو بيطول اكثر. لو مسكت مثلا الكربون الخامسة وحطيتها على الكربون الثالثة لا يجوز، لأنه بتصير عندك ذرة الكربون الثالثة مكونة من 5 روابط، وهذا ما بينفع عندي. ما بينفع. هلا بنستنتج بعد هذا الحكي بأنه البنتاين يمتلك عندي 3 متصاوغات. يا مس بدنا واجب، بعرف عندك واجب، بدي جميع 4، بدي جميع متصاوغات الهكساين بدي جميع المتصاوغات، بدي ترسم لي جميع الصيغ البنائية التي يمكن رسمها لمين؟ للهكساين. في ناس بتبعت لي الحل بتكون رسمت لي بس السلاسل الأفقية المستمرة، طب أنا بدي سلاسل أفقية وبدي متفرعة، لما بدي أطلب جميع المتصاوغات معناته كل إشي يمكن رسمه. أوكي، هلأ خليني أشوف لك المادة كيف معروضة بالكتاب. لهون إحنا بنخلص شرح. أوكي شباب وصبايا، هلأ بدي أشوف المادة كيف معروضة عنا بالكتاب. صفحة 64 بدي ألفت نظرك، صفحة 64، الخصائص الفيزيائية للألكينات وبعض الخصائص الكيميائية للألكينات، وصفحة 65 في عندي هون فوق 65 فوق الألكينات عندي تفاعلات الإضافة، وفي عندي سؤال هذا محذوف. إذن الموجود الحكي الموجود صفحة 64 وصفحة 65 اللي فوق الألكينات، هاي المادة محذوفة من قبل وزارة التربية والتعليم. نيجي للألكينات، هون معرف لي إياها شو هي الألكينات من خلال الجدول، برضو معرف لي كيف بتكون في عندي الرابطة الثلاثية. بعدين صفحة 66 معطيني اللي هي تسمية الألكاينات، إنه في عندك بدل الكان صار في عندي الكاين اللي هو مقطع الآين، هاي الصيغة العامة. هذا الجدول موجود عندنا بالشرح. الأسئلة الموجودة صفحة 66، هاي الأسئلة كاملة أنا شرحتها من ضمن الشرح في الفيديو كاملة. صفحة 66. نيجي لصفحة 67، في عندي هون الصيغ البنائية للألكاينات، معطيني هون المثال البروباين. طبعا نحن شرحنا البروباين والبيوتاين والبنتاين، خليت لك الهكساين واجب. في عندي هون سؤال صفحة 67 بحكي لي ادرس الصيغ البنائية الآتية للبنتاين وبين إذا كانت تمثل 4 متصاوغات مختلفة أم لا ولماذا. نفتح الصيغ نشوفهم، صفحة 67 هاي الصيغ، بحكي لي شوف لي إذا بتمثل عندي 4 متصاوغات ولا لا. نشوف أول واحدة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بنتاين، لما أجي أعد ببلش أعد من وين؟ من اليمين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هي صيغة متفرعة.
صيغة عفوا سلسلة مستمرة لا يوجد فيها تفرع. لما أجي هون أطلع من وين بدي أبلش أعد؟ بعد من الشمال، 1 2 3 4 5. أساسا هذا يختلف عن هذا، هذا يمتلك عندي ثلاث رابطة ثلاثية. أعد من اليمين للشمال لأنه أنا ببلش أعد من الجهة الأقرب إلى الرابطة الثلاثية، بينما هون عديت من الجهة الشمال لليمين. لاحظ كمان في عندي هون رابطة ثنائية، في عندي هون خطأ. لو انتبهت هون للكاربون رقم 3 عاملة كم من رابطة؟ 1 2 3 4 5. ذرة الكربون ما بتعمل غير 4 روابط، معناته هون في عندي ايش انا؟ خطأ. يا اما بحط عليها خطأ يا اما بحول لي الرابطة الثنائية هاي لرابطة واحدة، رابطة احادية. اذا حولناها لرابطة احادية تصبح 2 نفس الاولى، مثل كأني أنا هون جبت ميرور مراية وحطيتها المراية، هاي انعكاس لهاي، هيوتني الرابطة الثلاثية موجودة بين الكربون الأولى والثانية من جهة اليمين، هون موجودة الرابطة الثلاثية من ما بين الكربون الأولى والثانية من جهة الشمال، إذا هل هاي وهاي بيمثلوا عندي متساويغات؟ لا، هم التنتين بيمثلوا عندي نفس الصيغة البنائية. تعال هون في عندي هاي واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة، بدي أرقم، ببلش من اليمين ولا من الشمال؟ ببلش من الجهة الأقرب للرابطة الثلاثية، إذا من اليمين. هاي واحد، هاي تنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة. باجي هون من وين بدي أبلش ترقيم؟ كذلك الأمر، ببلش ترقيم من الجهة الأقرب إلى الرابطة الثنائية. لو جيت من اليمين بتصير 1 2 3، رقم الرابطة الثلاثية 3، بينما لو جيت من الشمال هاي واحد، هاي تنين، شو رقمها تنين؟ إذا برقم من وين؟ برقم من شمال. 1 2 3 4 5. هل هدول التنتين بيمثلوا عندي صيغ بنائية مختلفة؟ أبدا. الرابطة الثلاثية هون موجودة بين الكربون الثاني والكربون الثالث، بينما هون الرابطة الثلاثية موجودة بين الكربون الثاني والكربون الثالث، إذا الثالثة والرابعة نفس الشيء. إذا أنا كم من متساوغ عندي؟ أنا أمتلك متساوغين، هذا الأول بغض النظر اي وحده فيهم، وهات الثاني برضو اي وحده فيهم. اوكي، في عندي هون سؤال، ارسم جميع متساوغات سلسله غير متفرعه من الهكساين. انا اساسا طلبت منك الهكساين متفرع والغير متفرع اللي هو الواجب. لهون بنكون خلصنا درس حصه الاسبوع هاي، يعطيكم الف عافيه، ادرسوا منيح شباب، لا تراكموا الماده، واي سؤال انا موجوده. يعطيكم الف عافيه.